الحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن عضو حزب المحافظين باباك أماميان. أهلا بك معنا عبر شاشة الغد. في البداية، حرب غزة هل بالفعل أحدثت شرخا سياسيا في المواقف البريطانية؟ حسنا، دعني أرجع إلى ما كان يقوله التقرير الخاص بكم، إن إسرائيل قد أقامت هذه الحرب باستراتيجية الردع، إنها لديها سياسة الردع، وهذه السياسة التي بدأت في الحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفيتي. والذي يقوله الإسرائيليون هو أن هذه هي سياستنا، إننا الآن نعمل بكل بلدينا من قوة ضد حماس، لأننا نريد أن نردع حماس ونردع حزب الله وإيران من أن يهاجمونا. هذا الذي يفهمه المجتمع الغربي، لأن الدول الغربية لديهم هذه الفلسفة في الدفاع. على سبيل المثال، المملكة المتحدة لديها جيش، ولكن قواه ليس كبيرا، ولكن فقط 60,000، ولكن لديه الكثير من المعدات التي تساعده في الردع. لذلك فأوروبا تتفهم جيدا سياسة الردع، ولذلك فإن إسرائيل تخاطب أوروبا من هذا المنطلق في حربها ضد غزة وحماس. حتى لو كان الضحايا هم من المدنيين، الأطفال، النساء، الشيوخ، حتى لو كانت هذه السياسة كما تقول إسرائيل تؤدي بالتالي إلى مخالفة للقوانين الدولية التي ترعاها الدول الأوروبية وتنظر الدول الأوروبية على مدار السنوات الطويلة الماضية باحترام حقوق الإنسان، سيد أماميان؟ حسناً، كما تعلم أن السياسيون يقولون على العالم مختلف تماماً عما يقولونه في السر، فإنهم يقولون أن هذا الدمار شيء سيء، وكل ما يحدث في غزة شيء مشين، ولكن في الوقت نفسه إنهم يقتنعون اقتناعا تاما بسياسة الردع. لذلك فإنهم سيسمحون لإسرائيل بفعل ذلك في غزة. لذلك فأنت ترى أن هناك تناقض، ولكن الطريقة التي ينظر بها الأوروبيون إلى سياسة الردع هي طريقة لوقف الحرب. لذلك فإن اتخاذ هذه السياسة في غزة من وجهة النظر الأوروبية ستمنع أي حرب بين إسرائيل وإيران وحزب الله. والضحايا في غزة الذين لا ذنب لهم، لا وزن لهم عند الدول الأوروبية، لأنه هم مختلفون في لون البشرة ولون العيون، سيد أماميان؟ دعني أقول أنني نفسي من الشرق الأوسط، هذا الأمر موجود على الأرض، إن كل مكان به أناس يفكرون بشيء بشكل مختلف. إننا في الشرق الأوسط نفكر بالعاطفة، والكل بالفعل يتعاطف مع الضحايا، لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. ولكن على الجانب الآخر، الشيء الذي نستطيع أن نفعله هو أننا نساعد الأبرياء في غزة، والفكرة هي أن يكون هناك غزة حرة بدون حماس وبدون إيران. هذه هي الاستراتيجية، هذا الذي يقال. ماذا فعلتم حتى الآن سيد أماميان؟ هل استطعتم إدخال شربة ماء للأطفال، بطانية تحميهم من برد الشتاء في هذه الظروف القاسية؟ هل أدخلتم علبة دواء أو حليب أطفال؟
حسنا كما أنت تقول إن الحكومات الغربية كلها هي مع الشعب الفلسطيني في أو مع المدنيين عامة في غزة أو في غير غزة. إنهم يريدون أن يقولوا لفلسطين إن هناك أمل، إننا هنا لكي نوصل لكم المساعدات الإنسانية، ونريد أن يكون هناك توازنا بين هدفنا أن تكون هناك حماس غزة بدون حماس وأن تصل المساعدات إليكم. هل سيد أماميان يمكن أن يتحقق هذا الهدف؟ حتى الآن إسرائيل لم تحقق شيئا على الأرض بلسان حال الإسرائيليين الذين يتابعون تفاصيل الحرب البرية يوميا. حسنا، هناك الكثير من الأمور الصعبة هنا، لذلك فإننا دائما نقول أن المباحثات هي أفضل شيء، لأننا سندفع ثمنا باهظا بدونها. إن أي حرب تؤدي إلى ثمن باهظا، وأيضا هذه الحرب قد تؤدي إلى دوع من البزنس أو العمل الذي يستغله الآخرون. لذلك لابد أن نتأكد من أن السلام وفائدة السلام هي التي تعم في هذه الأرض، ولكن لسوء الحظ إسرائيل تريد السلام سيد أميان. إسرائيل تريد السلام على عجالة. أنا أعتقد أن الكل يريد السلام، لأن الأغلبية ومعظم الناس يعلمون أن الحرب تعني الدمار، والقليل القليل من يستفيدون من الفوضى ومن الحرب. هناك بعض الأنظمة في الشرق الأوسط الذين يريدون أن يستفيدون من ذلك. يبدو أنه السلام على الطريقة الغربية سيد أميان، وأيضا على الطريقة الإسرائيلية عن طريق الحرب يمكن أن نصل إلى السلام. شكرا جزيلا لك السيد باباك أميان، عضو حزب المحافظين، كنت معنا من لندن.